الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير الذي يتضمن عدد كبير جدا من خطوات الحساب نسبيا، لكن ما يسمى الآن حساب معامل بيتا، بيتا كوفيشنت لسهم شركة ما، calculation of the beta coefficient for a given share. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. الآن يمكن توظيف مفهوم التباين، variance، تباين المتغير العشوائي للمتغير العشوائي ما، والتباين المشترك له covariance بين متغيرين في حساب ما يعرف معامل بيتا، بيتا coefficient له رمز الإغريقي هذا بيتا. الآن يقيس معامل بيتا علاقة العائد على سهم ما مع العائد على كل السوق. يعني الآن the return on a given stock منقارنه مع the return on the whole market. فمعامل بيتا يقيس علاقة العائد على سهم ما مع العائد على كل السوق. تأتي مخاطر الاستثمار في أصل مالي على نوعين. طبعا الأصل المالي هنا سند أو سهم أو أصل، لكن هنا نؤكد على أننا نتحدث عن سهم، فالأصل المالي هو السهم هنا. مخاطر الاستثمار في هذا السهم تأتي على نوعين أو شكلين. أول شكل مخاطر منتظمة systematic risk، ومخاطر غير منتظمة اللي هو النوع الثاني unsystematic risk. الآن دعني أبين ذلك. مجموع المخاطر هو المخاطر المنتظمة مضاف إليها المخاطر غير المنتظمة. المخاطر غير المنتظمة تعزى إلى عوامل خارج السوق، أرجو الانتباه، غير المنتظمة هذه حروب أو جوائح أو أي شيء، لكن المخاطر المنتظمة هذه تتعلق بعوامل متعلقة بالسوق أو تعود إلى عوامل متعلقة بالسوق، المخاطر المنتظمة وبالتالي تؤثر على السهم بشكل مباشر. إذا هناك مخاطر منتظمة اللي هي systematic risk، وعندي مخاطر غير منتظمة unsystematic risk. المخاطر غير المنتظمة تعزى إلى عوامل خارج السوق، أما المخاطر المنتظمة فهي متعلقة بعوامل متعلقة أو تعود أو تعزى إلى عوامل متعلقة بالسوق. نتابع. يقاس معامل بيتا، بيتا coefficient هنا، بناء على شكلين من المعلومات. معلومات متوقعة أو توقعات expectations كما نسميها بلغة الاقتصاد، يسمى في هذه الحالة معامل بيتا القبلي X anti beta، ويقاس كذلك الأمر بناء على معلومات فعلية actual information، ويسمى في هذه الحالة معامل بيتا البعدي أو فقط معامل بيتا، وهذا الذي نتحدث عنه في هذا المقطع only beta coefficient أو معامل بيتا. لنفترض بأن باحثا ما مثل حضرتك يتوقع الحالات الموضحة في الجدول أدناه والاحتمالات المبينة إزاء كل حال منها عن الاقتصاد بشكل عام وحال سوق الأسهم وحالة سهم ما. نتحدث عن سهم ما والسوق والاقتصاد. ألاحظ الجدول الآن، هذه الحالة الاقتصادية الممكنة، ممكن ازدهار، حالة ازدهار أو حالة عادية نورمال أو انحسار ريسيشن. يعني هون في عندي growth وفي عندي this is a normal situation، هون ريسيشن. لاحظوا لي احتمال الحالة الاقتصادية، احتمال ازدهار 20%، احتمال أن تكون الحالة عادية 60%، احتمال انحسار 20%، فالمجموع يجب أن يكون 100%، واحد صحيح. هنا العائد الممكن على السهم return on stock 30% إذا كان حالة ازدهار، وإذا كانت حالة الاقتصاد الممكنة عادية فالreturn on stock أو العائد على السهم ممكنة 20%، وإذا كانت حالة انحسار لحالة اقتصادية انحسار فإن العائد الممكن على السهم هو سالب 5%. أما العائد الممكن على السوق الآن هو return on stock، لاحظوا لي هون the probability of the economic condition P sub E اللي احتمال الحالة الاقتصادية، هون R sub S اللي هي return on stock، هون return on the market the whole market العائد ممكن على السوق كله. إذا كانت حالة ازدهار الآن عندي 25% العائد على السوق، وإذا كانت حالة الاقتصاد عادية 15% العائد على السوق، وإذا كانت حالة الاقتصاد الممكن انحسار فإن العائد على السوق سالب 7%. إذن هذه المعلومات المهمة جدا
الباحث يأخذ بعين الاعتبار. الآن حيث ترمز بيصب إلى حالة الاقتصاد الممكنة واحتمالها، هنا الاحتمال 20% 60% 20% المجموع 100%، وترمز R sub M إلى العائد على السوق return on the market، وR sub S إلى العائد على السهم اللي هو return on a stock. أرجو الانتباه على هذه البيانات ومعنى كل واحد منها. نتابع. يعرف معامل بيتا كما يأتي، هذا من ناحية رياضية. بيتا هو الكوفارينس أو التباين المشترك بين العائد على السوق والعائد، طبعا عائد ممكن ها، والعائد المتوقع على السهم، عائد متوقع على السوق والعائد المتوقع على السهم مقسم على تباين العائد على السوق. لأن هون التباين المشترك بين هذا المتغير وهذا المتغير، هذا المتغير هو العائد على السوق وهذا المتغير العائد على السهم، وهنا تباين العائد على السوق. لاحظوا لي يعني كوفارينس بين أو خلينا نقول التباين المشترك بين متغيرين عشوائيين مقسم على التباين للمتغير العشوائي اللي هو RM اللي هو Return on the Market. نعتمد في هذا المثال على معلومات افتراضية متوقعة، وبالتالي تكون القيمة المتوقعة للعائد على السهم R sub S، هذه القيمة المتوقعة على السهم الآن The expected value of the return of a stock أو return on a stock تساوي the probability اللي احتمال الحالة الاقتصاد مع الآن return of the stock اللي متوقعة اللي قلنا عنها هلا. فهاي القيمة المتوقعة للعائد على السهم، هنا حالة الاقتصاد احتمال حال السوق، وهنا العائد على السهم. أرجو الانتباه على كل هذه الأشياء والعودة إلى المقطع هذا أكثر من مرة حتى تستوعبوا المصطلحات أحبة الطلبة والمتابعين. إذن هون the expected value، لا خلينا نقول قيمة متوقعة للعائد على السوق تساوي احتمال حال السوق أو الاقتصادها، حال السوق والاقتصاد إما ازدهار أو يعني حالة عادية أو انحسار، مضروب الآن في العائد على السهم return on stock. نتابع. القيمة المتوقعة كذلك من العائد على السوق، الآن أعيدها حتى تترسخ الفكرة، The expected value الآن القيمة المتوقعة للريتيرن أون ستوك تساوي حالة الاقتصاد، هنا السوق الاقتصاد المقصود فيه بالحالة هاي في هذه الحالة، والآن هذا العائد على السهم، إذن احتمال حال الاقتصاد هنا وهنا العائد على السهم. فالآن لاحظوا لي هذه الحالة الاقتصادية ازدهار عادية انحسار، احتمال الازدهار 20%، احتمال انها تكون حالة عادية 60%، احتمال الانحسار 20%. الآن العائد الممكن على السهم 30% إذا كان ازدهار، 20% إذا كانت عادية، و 5% سالب إذا كانت انحسار. الآن إذا ضربنا، لاحظ لي حالة الاقتصاد، احتمال حالة الاقتصاد إنه ازدهار أو عادية أو انحسار في الريتيرن ستوك اللي هو هذا، اوكي ضربناها مع بعض بعندنا القيمة المتوقعة هي expected value of return on the stock نفسه. هنا لاحظوا لي 30% ضرب 20% يساوي 6%، 60% ضرب 20% يساوي 12%، وهنا 20% ضرب سالب 5% يساوي سالب 1%. إذا جمعناها بطلع عند المجموع 17، وهذه القيمة المتوقعة للعائد على السهم، مهم جدا تتذكرها 17%. إذا كانت كل هذه الحالات يعني القيمة المتوقعة إذا أي واحدة منها صارت ازدهار عادية انحسار وهكذا، لكن إذا كان ازدهار 6%، إذا كانت عادية 12% وانحسار الآن سالب 1%، فالمجموع الآن كان 17 قيمة متوقعة على السهم. أوكي أنا من هنا الآن نسمي لحظة هون 30%، هون 20%، هون سالب، لكن سبحان الله الويتد افريج تقريبا 17%. نتابع. تكون القيمة المتوقعة العائد على السوق كما يأتي الآن، هاي الاكسبكتد ريتيرن اون ذا ماركت تساوي حالة الاقتصاد مضروب في العائد على السوق، هاي الآن قيمة المتوقعة، هنا احتمال حالة السوق، هنا الاقتصاد المقصود به مضروب الآن في العائد على السوق. اوكي هذه الآن الحالات، لاحظوا لي حالة الاقتصاد ازدهار عادي انحسار، واحتمال كل واحد منها 20% 60% 20%، المجموع واحد صحيح 100%. هلا
العائد الممكن على السوق 25% إذا كانت ازدهار، 15% إذا كانت عادية، سالب 7% إذا كان حسار. وبالتالي القيمة المتوقعة العائد للسوق هو expected on the return on market يساوي إذا كانت هذه الحالة 20% في 25% يساوي 5%، 60% في 15% يساوي 9%، و 20% ضرب سالب 700 يساوي سالب 1.4%. المقصود فيها هنا يعني أقل من 2%. فالأفرج تبع المجموع يساوي الآن 126، المجموع 126 عفوا فاصلة 126 بالألف اللي هي 12.12، يعني أكثر من 12% بهذه الحالة، هنا أعلى من 12% المجموع. بناء على هذه البيانات الآن نحتاج إلى الآن إلى حساب تباين العائد، تباين عائد ممكن على السوق بواسطة الصيغة المعروفة variance تباين return on the market يساوي expected value of the return on market ناقص القيمة المتوقعة اللي هي المتوسطة، اللي هي هاي expected value للفرق بين هذا المتغير العشوائي هو return on the market من مطروح منه إيش expected value of the return on market تربيع. بعد ما نفكفكها بطلع عندي بالحالة هذه الحالات هنا، الحالة الاقتصادية ازدهار عادية انحسار، المجموع عندي هون 20% 60% 20% المجموع واحد صحيح، العائد الممكن على السوق كما حسبناه قبل قليل أو أنه يعني وضعناه قبل قليل 25% في هذه الحالة ازدهار، 15% العائد على السوق إذا كانت عادية، وانحسار 7%. الآن القيمة المتوقعة للعائد على السوق كما حسبناها كانت كما يلي، فالمجموع كان 0.126 اللي هي أقل من 13% أو أعلى من 12%. الانحراف المياري عن القيمة المتوقعة الآن، القيمة المتوقعة أوكي نحسبها الآن للماركت ونطرح منها انحراف، يعني معناها انحراف عن القيمة المتوقعة الآن. لاحظوا لي هنا 12.4 إذا حسبنا الفرق بين القيمة المتوقعة عن اللي إحنا اعتقدناه هنا الآن 0.24، وهنا فاصلة سالب الآن لاحظوا لي هنا 0.124 كما حسبناها قبل قليل، هنا 0.024 هنا سالب 0.196. المجموع قبل شوي حسبناها هنا أقل من 13% أعلى من 13% اللي 0.126. إذا ربعنا هذه الانحرافات وضربناها باحتمال حال السوق، الآن مربع الانحرافات ربعنا هذه وضربناها بحالة السوق بيطلع عندي ما يسمى الآن تباين الانحراف، مجموع انحرافات اللي هو مجموع مربع انحرافات بعد ضرب كل منها باحتمال حالة السوق هو ما يسمى التباين الموزون weighted variance اللي هو هذه القيمة 0.111104، هذا هو تباين الآن. التباين هنا هذه هي القيمة، هذه انحراف معيار. إذا حصلنا على جذر التربيع ولسنا بحاجة له لكن حسبناه فقط للاحتياط هيك، إذا أخذنا الجذر التربيعي لهذه القيمة بتطلع عندي هذه القيمة، لكن هذه القيمة هي التي سنحتاجها في الحساب المقبل بعد شريحة واحدة اعتقادي. نقوم بحساب التباين المشترك بين العائد المتوقع على السوق والعائد المتوقع على السهم، وذلك من خلال الصيغة المعروفة هاي الآن الكوفاريانس، ما التباين المشترك بين العائد على السوق والعائد المتوقع على السهم، هذا يساوي the expected value للفرق بين هذا المتغير ومتوسطه مضروب في هذا المتغير ومتوسطه. هنا الريتيرن اون ذا ماركت مطروح منه متوسط الريتيرن اون ذا ماركت، وهذا الريتيرن على الستوك او العائد على السهم مطروح منه العائد متوسط العائد على السهم. وبالتالي لابد من العوده الى الرقم اللي قلت لكم عنه 17% هاي اللي هي العائد الممكن على السهم لحساب الانحراف. اوكي، وبالتالي هذه القيمه الان لاحظوا لي قديش الآن العائد الممكن من السهم 30.20 ثم سالب 5، الانحراف عن هذه القيمة اللي هي 17، هذه ناقص 17 تعطينا هذه، هذه ناقص 17 تعطينا هذه، هذه ناقص 17 تعطينا سالب 22. لما نربحها نربح كل قيمة من هذه القيم ب
بتكون عندي هذه، وبالتالي انحراف الميالي لها فاصلة 0.136. الآن آخر شريحة نحصل على التباين المشترك من ضرب القيم deviation من للماركت، deviation للستوك، deviation من الإيكونومي. هنا الانحراف deviation، هنا دي الانحراف عن قيم السوق، والانحراف عن قيم السهم، والانحراف عن قيم الاقتصاد كله، كما هو الآن تبين. هاي الآن deviation 0.124.024 -0.196. الآن لما نضرب هذه في هذه، فيها هون طبعا deviation عن stock، deviation عن stock، deviation عن stock اللي هو الانحراف عن قيم الستوك، هذا الانحراف عن قيم السوق كلياته هنا بالاحتمال الاقتصاد، الله ما هنا العائد على السوق لكن هون حالة الاقتصاد، فبنحصل على هذه القيمة اللي هو التباين المشترك. ضربنا هذه القيمة في هذه القيمة في هذه القيمة وحصلنا على هذه. كذاك الأمر القيم الثلاثة هذه 1 2 3 حصلنا على هذه، وهذه ضرب هذه ضرب هذه حصلنا على هذه. لاحظوا هاي سالب في سالب، موجب في هاي موجب، بطلع عندي موجب. إذا الآن التباين المشترك حسب هذه القيم تساوي هذه القيمة، إذا بناء على ذلك يكون معامل بيتا. الآن بيتا هو الكوفارينس للعائد بين ماذا؟ بين العائد على السوق والعائد على السهم، مقسم على الفارينس اللي هو تباين العائد على السوق، ويساوي هذه القيمة مقسم على تباين السوق كله، تساوي 1.1056. هذه أكبر من 1 صحيح. هنا الآن تفسير هذا الكلام، هذه القيمة كما ذكرت لكم أكبر من 1 صحيح، ولأن قيمة بيتا للسوق نفسه تساوي 1 صحيح موجب. دائما دائما عندما تقارن الشيء بذاته، عندما نقارن السوق بالسوق ذاته، بطلع عندي بيتا تساوي 1 صحيح، لكن هنا بيتا لهذا السهم الافتراضي طلعت 1.1056 أعلى من 1 صحيح. فإن قيمة بيتا بين السهم والسوق تعني بأن سعر السهم وبالتالي العائد عليه يتذبذب أكثر من تذبذب السوق، ويحمل مخاطر منتظمة أكثر مما يحمله السوق، لأنه قيمته أعلى من قيمة السوق. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبتي جميعا، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.